فبرحب بدكتور عمرو إمام، رئيس القطاع الفضائي بالشركة المصرية للأقمار الصناعية ومدير مشروع القمر الصناعي نالسات 301. دكتور عمرو مساء الخير، وأكيد دلوقتي حضرتك بتتابع يعني والأعصاب كلها مشدودة. مساء النور، ازي حضرتك؟ جدا الله بس ان شاء الله ربنا يوفقك. على خير ان شاء الله. ارجو حضرتك تقول لي ايه اللي بيحصل دلوقتي وايه اللي هيتم. هو الحقيقه ان شاء الله باذن الله هيتم اطلاق القمر في الساعه 11 و4 دقائق باذن الله. سينطلق الصاروخ فالكون 9 الى يعني الى السماء، وسيتم اطلاق القمر الصناعي المصري 301. هي في بداية يعني بعد فترة من الوقت حوالي 32 دقيقة سيتم انفصال القمر عن الصاروخ، ثم سنستقبل معلومات القمر عن القمر 301 بعد 38 دقيقة من هذا التوقيت. بعد ما بياخد المدار بتاعه بقى المخصص ليه. هو الحقيقه بياخد المسار دلوقتي، ويعني ياخد المسار الى ان يصل الى يعني الى الموقع المداري اللي هيبقى فيه الاختبارات، اللي هو موقع 10 درجات ونص تقريبا. هذه الرحله ستاخذ حوالي 12 يوم بالتحديد. 12 يوم لغايه ما بيستقر يعني. بالظبط حضرتك كده. بالظبط. طيب نتعرف بقى على الوافد الجديد في عائلة الأقمار الصناعية المصرية، وهنيجي طبعا عليها مع حضرتك، ولكن الوافد الجديد نالسات 301، إيه اللي بيميزه عن سابقيه وإيه اللي بيميزه تحديدا عن 201 الحالي؟ نعم، الحقيقة هي كان استراتيجية الشركة في هذا المشروع كانت إنه المهندسين المصريين، الحقيقة إحنا عندنا مجموعة من المهندسين المصريين المتميزين في تشغيل الأقمار وفي كمان في تصميم القمر في حد ذاته. فاحنا الحقيقه مشينا كانت الاستراتيجيه ان هناك منهجيه للشركه، عملنا دراسات للجدوى وعملنا دراسات سوق، وهذه الدراسات تم بناء عليها تصميم القمر المصري الجديد اللي هو نالسات 301. القمر المصري الحقيقه ودي كانت استراتيجيه من السيد رئيس مجلس اداره الشركه الوزير احمد انيس، ورئيس والعضو المنتدى بالشؤون الفنيه المهندس محمد منير. حقيقه كان مشاركه جميع المهندسين المصريين من بدايه من التصميم الى متابعه التصنيع الى يعني الى كل مراحل التصنيع. فبالتالي القمر الجديد يحوي على 38 قناة قمرية جديدة. وهو أكبر قمر قامت بتصميم مشاركة النايلسات. لم يستهدف منطقة تغطية واحدة اللي هي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والخليج العربي وبعض الدول الأفريقية، لكن عمل تغطيتين أخريتين منفصلتين استهدفوا جنوب القارة الإفريقية، وده تغطية، وهذه هي تغطية جديدة ستجعل الإعلام المصري يصل إلى أو الإعلام الإفريقي يستطيع أن يبث قنواته على القمر المصري. تمام. استهدفنا تغطية خاصة بدول حوض النيل، وحقيقة دي تغطية كانت يعني هدف استراتيجي ان احنا نقدر نطلع بقنوات من مصر وتستقبل في دول حوض النيل. قدمنا خدمات للانترنت بتغطي جمهوريه مصر العربيه، وثم اضفنا تكنولوجيا انه هناك بعض القنوات ستكون مؤمنه من التشويش، وبالاضافه الى ان احنا استحدث على هذا القمر ان احنا نستطيع ان نحدد مصدر التشويش من خلال القمر ذاته، ودي كويس. يمكن دي اول مره نعمل هذا الاتجاه. يعني لو في تشويش على القنوات المصريه تقدروا حضراتكم في مركز التحكم هنا تعرفوا مصدر التشويش منين وتتعاملوا معاه. بالظبط حضرتك، بالظبط حضرتك. نستطيع ان احنا اتفضل. بالظبط، اتفضل يا فندم. طيب فيما يتعلق بالانترنت،
هيكون الفايده ايه من هذا القمر من حيث طبعا الامكانيات الكبيره اللي حضرتك بتقولها؟ يعني ازاي هيقدر الربط ما بين الارض وما بين الفضاء من خلال القمر الجديد في خدمه الانترنت او تسريع خدمه الانترنت؟ الحقيقه انه القمر المصري بيغطي بيقدم خدمه الانترنت على جميع ارجاء الحدود المصريه. نستطيع انه المشاريع الجديده والمشاريع للدوله ولتتوسع في قامتها بيبقى في بدايه هذه المشاريع لا يوجد خدمه للانترنت، لان بيبقى ما فيش انفراستراكشر موجود، ما فيش تغطيه، ما فيش ابراج شركات حضرتك كده لا يوصلها خدمات الانترنت الارضيه. هنا الانترنت الفضائي هو حل مباشر و وسريع للقيام بهذه الخدمه، بالاضافه الى ان هناك بعض الجهات التي تتطلب انها تبقى مغطاه من انترنت ارضي بالاضافه الى انترنت فضائي. طيب ده عظيم. انا عايز كمان اتوقف مع حضرتك دكتور عمرو عند فكره ال 38 قناه، ده معنى ايه؟ اللي هي القنوات القمريه، ممكن بعض المصدر المشاهدين يعتقد ان هي قنوات، لا، اللي واضح ان ده مفهوم او مصطلح تاني عند حضراتكم، يعني القنوات القمريه. تمام. القناه القمريه او الترانسبوندر بتستطيع حضرتك انك تصل فيه الى 15 قناه تلفزيونيه، تستطيع على القناه القمريه الواحده ان حضرتك تبث حوالي 15 قناه. صح. بيبقى في تردد، لما التردد بينزل بنلاقي مع كل تردد في مثلا عدد من القنوات موجود بينزل بالضبط. مع التردد الواحد ده معناه ده كده قناه قمريه واحده. بالظبط حضرتك. بالظبط، ده توصيف هايل. اشكرك. ده توصيف هايل. طيب العمر بقى الافتراضي، يعني احنا بنتكلم في 201 هينتهي في 2028، صح كده؟ بالظبط كده. تمام. العمر الافتراضي ان شاء الله بالنسبه ل 301 المفترض بيكون قد ايه؟ العمر الافتراضي ل 301 تحديدا بيبقى دايما العمر التصميمي حوالي 15 سنه. الحقيقه العمر القمر الصناعي بيحدد بعمر اجهزته وبكميه الوقود اللي موجوده اللي تستطيع ان تقدم المناورات لتحفظه في مكانه وتقوم ب بيقوم بالتغطيه اللي موجوده. العمر الافتراضي للقمر نايتكس 301 هو 15 سنه، ده العمر التصميمي. لكن الوقود والتصميم سيصل به الى اكثر من هذا، يصل الى حوالي 17 سنه. ما شاء الله، يعني بنتكلم يعني في من سنه 2037 ل 2039 تقريبا، يعني ربنا يرضى حضرتك ويدينا جميعا العمر يعني. امين امين. اكيد اكيد. طيب دكتور عمرو، واحنا خلاص يعني احنا على دقائق لا يفصلنا الا حوالي 6 أو 8 دقائق تقريبا، 9 دقائق من الاطلاق زي ما احنا شايفين، والعدد التنازلي بيحصل ان شاء الله. الـ هنا اكيد بيبقى في عوائد اقتصاديه، في حسبه اقتصاديه بتحسبوها في اطلاق القمر الصناعي، ولا انا غلطان؟ حضرتك مظبوط جدا. احنا الحقيقه عشان كده قلت لحضرتك انه منهجيه الشركه المنهجيه بتاعتنا ان احنا عملنا دراسات للاسواق الجديده، دراسات لخدمات الانترنت، دراسات للعوائد، و يعني استخدمنا جميع الموارد المتاحه لنا واستغلينا جميع امكانيات منصه القمر. وبالتالي نتوقع منه انه يدينا ان شاء الله اعلى عائد. ان شاء الله يا فندم، ان شاء الله. انا شاكر جدا لوجود حضرتك معانا، وفاضل 8 دقائق واعتقد كده خلاص احنا اصبحنا على مقربه يعني من اطلاق نايل سات 301. بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور عمرو امام، رئيس القطاع الفضائي بالشركه المصريه للاقمار الصناعيه ومدير مشروع القمر الصناعي نايل سات 301.